من ضمن عناوين في تكنو مورنينغ، تطبيق يعرض احتياجات المستخدم في شاشة واحدة. تكنو. قامت شركة أبل بابتكار التطبيق الإلكتروني الجديد مورنينغ، الذي يعمل على أنظمة iOS ويجمع بيانات مختلفة يحتاج المستخدم الاطلاع عليها عادة في الصباح الباكر في شاشة واحدة بشكل منظم، مما يقلل من عناء المستخدم في القفز بين التطبيقات. وأفاد الموقع الأمريكي الإلكتروني تيك هايف المعني بأخبار التكنولوجيا بأن تطبيق مورنينغ يقوم بتقسيم شاشة الهاتف إلى مجموعة من الألواح أو شرائط العرض، بحيث يعرض على كل لوحة جزءاً من البيانات التي تهم المستخدم في الصباح الباكر، كي يستطيع معرفة التاريخ والتوقيت ودرجات الحرارة المتوقعة، ثم قراءة أهم الأخبار ومراجعة جدول الأعمال اليومي، ثم مواعيد بعض وسائل المواصلات في بعض الدول وغير ذلك، حسب ما ورد بوكالة الأنباء الألمانية. وأكد الموقع أن المستخدم يستطيع تلوين كل لوحة إخبارية بلون مختلف لسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة، كما يمكنه تغيير ترتيب ظهور هذه البيانات على شكل الهاتف حسب أهميته أو حسب أهميتها بالنسبة له. يتوافر تطبيق مورنينغ على موقع أبل ستور لتحميل التطبيقات الإلكترونية. باحثون يبتكرون تطبيقاً على فيسبوك لمواجهة الزهايمر. ابتكرت مؤسسة بحثية خيرية في بريطانيا معنية بمرض الزهايمر تطبيقاً إلكترونياً جديداً يعمل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويساعد في التعريف بالأعراض المختلفة لمرض الخرف الذهني مثل ضعف الذاكرة وصعوبة التواصل واضطراب التفكير. ويحمل التطبيق الذي طورته مؤسسة أبحاث مرض الزهايمر في بريطانيا اسم واجهة الخرف الذهني، ويتيح للمستخدم فرصة خوض تجربة تشبه الأعراض التي يعاني منها المريض مثل غياب الذاكرة وصعوبة التواصل مع الآخرين والاضطراب الذهني. قالت ريبيكا وود مديرة المؤسسة أن سبب إنشاء هذا التطبيق على فيسبوك هو أنه يجمع الأصدقاء والمعارف ويحافظ على دوام الصلة بينهم عن طريق الذكريات والأفكار المتبادلة، كما أنه يحتفظ بسجل يومي من الذكريات الخاصة بحياة المستخدم عن طريق الصور والوثائق المختلفة. وأوضحت أن التطبيق الجديد يستخدم سجل المعلومات الخاصة بالمستخدم على فيسبوك لصناعة عرض تفاعلي، وعندما تظهر الصور بشكل متعاقب على الشاشة يشير التطبيق إلى أن مريض الخرف الذهني لن يستطيع تذكر هذه المعلومة أو تلك، فضلا عن ميزة التطبيق في عدم تخزين أي بيانات شخصية عن المستخدم. وقالت وود أن المؤسسة تريد استغلال خاصية تبادل المعلومات على موقع فيسبوك لإظهار كيفية اضطراب الأفكار والذكريات لدى مريض الخرف الذهني حتى تختفي تنسى تماما. كما يعرض التطبيق مجموعة من لقطات الفيديو القصيرة لعدد من مرضى الخرف الذهني حتى يستطيع المستخدم التعرف على أعراض المرض والمعاناة التي يمر بها المرضى. ما زالت هناك مجموعة من العناوين في تكنو.